انت شايف النقطة اللي على الحيطة دي السودة؟ حضرتك ده انا شايف الحيطة بالعافية، فين النقطة السودة دي؟ ركز ونشن عليها يا اخي. اذا كنت مش شايفها حضرتك هنشن عليها ازاي؟ طب ممكن حضرتك تحط لي اصبعك عند النقطة وانا نشن على اصبعك ارخص؟ نشن وانت ساكت يا اخي. حاضر حاضر حاضر. يلا اقتل نفسك. كمان كمان. لا انا حاسس ان انا بغرق كده. ما تغرق يا اخي، احنا هنعصر. حاضر حاضر. نشن. ايوه. انت شامم ريحة خطر. شامم ايه؟ حضرتك انا شامم ريحة سندوتش اللي معاك ده، وعينيا هتطلع على حتة منه. عشم ابليس في الجنة. بقول لك ايه، الفقرة اللي هنعملها بكرة في المنزل لازم يكون معانا كومبارس عشان يتضرب، وعشان يتضرب عايز له فلوس. حضرتك انا اعرف واد ممكن يعمل دور الكومبارس ده حضرتك وما ياخدش فلوس، ممكن بالعكس يدفع لنا فلوس. يدينا فلوس ويعشينا. ويعشينا سيادتك. ها بلاش نشن بقى. نشن. واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين. بيبي بيبي، هو انا ليه حاسه ان انت مش بتعمل تمارين للبودي جاردز، يعني بتعمل تمارين عيال في كي جي 1؟ ها كي جي 1 ايه دي؟ اولا مش تمارين، ده عباره عن تسخين، وهستنى بعد كده الكابتن عكاشه ولا يجي مرني بقى على شغل البودي جاردز. ضرب نار يا ماما. ربنا يحرسك وينجيك من ضرب النار يا رب. ايه يا ماما، هو انا داخل احارب يا ماما؟ دي شغله البودي جارد دي شغلانه بسيطه جدا، يعني هتعلمها بسهوله. طب خد بقى يا بيبي اشرب العصير اللي انا عامله لك بايديا الاثنين دول عشان تبقى كلايجن. يا سلام، برافو عليكي. انا فعلا كنت تعبت جدا من التسخين ده، وهو العصير ده جه في ميعاده. ابقي فكريني ازود لك مصروفي. طب وانت هتزودني ايه بقى؟ علشان انا كنت سبب ان انا قريت في الجرنان واديته لك عشان بقى لك يديك في وشك. عماتي عموما ليكي عليا، كل يوم يا ستي اجيب لك جرنان ان شاء الله. وبعدين يا نهار ابيض، خلاص كابتن عكاشة على وصوله، كومبارس الغبي ده لغايه دلوقتي لسه ما وصلش. كابتن عكاشة وصل. طبعا يا جماعه انتوا فهمتوا هتعملوا ايه بالظبط؟ ايوه. دولا حبيبي. يا دولا افتح. عايز ايه؟ ايه دولا؟ انت ايه اللي جابك متاخر يا لا؟ انت مش بقالك ساعه مكلمني من التاكسي وقلت لي انا في الطريق؟ ايوه يا دولا، ما اصل سواق التاكسي يا دولا تعب فجاه كده، فقلت بقى اسوق مكانه، عملنا حادثه ولسه راجع من الدفنه دلوقتي. يخرب بيتك يا دولا، كلنا لها يا عم. المهم بقى قول لي ايه المفاجاه دولا بلبس البحر ده؟ لبس البحر. خش خش على مفتاح الكابتن. خش ماشي. السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ رجاله عينا. أكيد دي مراتك. أكيد ده كومبارس. إيه ده الكابتن اللي عنده برد ده؟ الله ينور عليك يا كابتن، ما شاء الله حضرتك عندك صورة بديعة مرعبة يعني حضرتك، يعني فعلا دي عيلتي كلها، مراتي وأمي وحماتي، وده ابن عمي، وفي نفس الوقت هو الكومبارس. نفذت التدريب كويس؟ طبعا طبعا، التدريب كله تمام، وحضرتك من امبارح عمال بتدرب لدرجة إن أنا ميت من تعبان جدا. نبدأ التدريب العملي؟ كومبارس تعالى. انا بعد اذن حضرتك انا فاهمه عشان ده غبي لوحده يعني ما بيفهمش. بص يلا رمزي، كابتن عكاشه هو اللي هيدربنا دلوقتي، انا هشتغل بودي جارد اللي هو غفير. وانت زي ما هو يقول لك انت تنفذ بالظبط، ما تعملش اي حاجه مخالفه، فاهم؟ ماشي. دول يعني انا كومبارس؟ ايوه. هنعتبر مدام رانيا ممثله مشهوره وانت البودي جارد بتاعها، والمجنون بيحب رانيا، وهي طالعه من السينما هيحاول يخطفها، المفروض انت هتتصرف ازاي؟ يلا وروني. ما تقلقش يا كابتن، والله لان انا منذ نعوم الزوافيري وانا موهوبه جدا في التمثيل وخارقه ومميزه، موهبه فذه. طبعا يا شيري انت طالعه زي الماما. موهبه فذه. طيب يا جماعه مفيش سكينه سنجه مطو عشان الخطف يعني ده كويس؟ سنجتي وسكينتي، انت داخل تقتلها انت تخطفها، بس اسمع كلام الكابتن وانت ساكت. حاضر يا دول. بس استعدوا. 3 2 1 اكشن. يا نجمه استني، ما تتحركيش يا نجمه غير لما انا جاهز واقول لك اتحركي. انت عارفه حركاتك كلها مرصوده. اتفضلي 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 اتحركي يا واد. يا نجمه اتفضلي. يا واد يا واد. ايه
دولا انت بتضرب بجد يا دولا؟ اه بضرب بجد وانا ما بهزرش في الشغل. اديله اضربه اضربه في وشه. يا دولا يا دولا كسر وشه ده كبرص. عايز دم دم دم. عايز دم؟ وانت عايز ايه؟ انا عايز كوكتيل يا دولا. وانا عايز زبادي خلاط. انا هخسر. اديله في وشه. يا دولا يا دولا يا دولا يا دولا يا دولا. سيبه. عرفت. انا كده اطمنت عليك. يعني يا حضرتك رايك يعني ان انا ان شاء الله بكره هنجح في الاختبار بتاع البودي جارد ده؟ طبعا هتنجح، مش انا اللي مدربك، بس عايز جعان، عايز اكل لقمه كده وبعدين نكمل. معلش قوي قوي تاكل حالا يا كابتن. تاكل يا رمزي؟ لا يا دولا بقى مش هاكل عشان انتوا كده عمالين تضربوني. تعال خد قعده. تعال تعال انت بتبرتم ولا ايه؟ لا يا دولا لا، انت لو كنت فاكرني ضعيف انا بقيت قوي. يلا انا بقيت بودي جارد. يلا ماشي. وانت كومبارس. يلا عارف يعني ايه كومبارس؟ يلا ايوه ما تقع الصور ده شويه يا كابتن. وانت ليه ايدك جنب السور؟ ممكن يقع عليك يبهدلك. يقع عليا ليه يعني؟ هو انت مش عامل له قرار ازاله ولا مثلا قرار تنكيس؟ عيب يا جماعه، احنا زملاء نتحمل بعض. نتحمل بعض حضرتك، مش نموت بعض، مش بالشكل ده يعني. اوكي يا مان. انا روكي. وانا سعدون. امال فين فيكوا رامبو يعني حضرتك؟ معاكوا عادل سعيد الشهير ببروسلي. بروسلي حته واحده؟ ده انت من زمان بقى. لا انا من زومن. دي لجنه الاختبار، الاستاذ عتريس والاستاذ مرسي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. احنا جاهزين للاختبار. اهلا وسهلا يا اساتذه. مع حضراتكم يعني عادل سعيد الشهير ببروسلي. لا قول لي عادل، انت اشتغلت بودي جارد قبل كده؟ حضرتك انا اتعرض عليا كتير ان انا اشتغل بودي جارد، بس الصراحه انا ما كنتش فاضي خالص يعني. يا بروسلي يا تقيل. وانت ايه موهبتك بالظبط؟ حضرتك تقدر تقول ان انا اقدر اشم الخطر على بعد 3 كيلو متر، يعني حضرتك تعتبرني شمام كبير. الا قول لي، لو انت بتحرس واحد وعايز تحسسه بالامان هتعمل ايه؟ احسن حاجه للانسان ان هو يحس بالامان حضرتك ان هو يبقى في بيته. احسن حاجه الواحد يحس بيها بيته يا باشا. طب لو نجم اتلم عليه جمهوره فجاه هتتعامل معاهم ازاي في الوقت ده؟ حضرتك اقوم داخل على الجمهور بتاع النجم ده واقوم سكعهم قنبله مسيله للدموع. خليها مسيله دموع الفرحه بقى. انتوا شكلكوا لبط وشكلكوا كده، هقلب لكوا على الوش التاني. اقلب بس اوعى تسيفه وحياتك. ده انا بقى بالشكل كده هسففكوا التراب. طب خدوا هديه من دي. هديتك مقبوله. امال فين بتشم ريحه الخطر على بعد 3 كيلو؟ حضرتك انا قلت بشمه على بعد 3 كيلو مش 3 سم حضرتك. طب نزلوه نزلوه خلوه يروح. ماشي. عموما انا النمره بتاعتي مع مرد، يعني لو حضرتكم عايزين مني اي حاجه انا تحت امركم يعني. السلام عليكم. امسك مني الكتابات ده من على تليفونك، وانت يا ابني شوف لك شغلانه تانية. حاضر سيادتك، انا خلاص لقيت شغلانه تانية، هشتغل نجار كراسي بلاستيك باذن الله.